في أوتيل وفي أوتيل وفي دوتشاجي. دوتشاجي هو حلم جربته لأول مرة بعمان، ومن وقتها قلت واو. كل ما حدا يسألني أهم أوتيل شفيت عليه بحياتك أو one of the best ever، بقول لهم دوتشاجي. and then دوتشاجي دوحة. اليوم الفيلا منا مثل حيالله فيلا، هي أوضتنا، هي فيلتنا، هي مطبخنا، هي قصر بالهند أخدوه مثل ما هو وحطوه بقلب الدوحة بقطر. طلعوا التفاصيل، البواب، الحمام، حمام الضيوف، الأوضة رح فاجيكم إياها، أوضة ربيع المخربطة رح نقفيها، حمامه كتير كبير. طلعوا الحديد، الخشب، خلينا نرجع على التفاصيل. في مكانتين قهوة، في ثلاث حمامات، في مطبخ، في صالون كتير كبير، وبكرة الصبح حنفرجيكم العجايب الحلوة كتير، البول والفيو على الدوحة من تاني مقل. رح نطلع سريع فرجيكم البول غير شكل. التفاصيل هن أنا ساعة الواحد بيوصل، أول شيء سيارة أخذتنا للمطار، رجعت لهون، استقبلنا ريسبشن بالباركينج برا، اللي خليك السياره تين الباسبور. انا رفضت، قلت بدي انزل تفرجيكم اللوبي، بياخذ الباسبور، شنطه بقيت السياره، السياره هي ذاتها بتوصل بتصفى قدام الفيلا، بس بتعمل بتعمل السياره بتوصل. الجولف كارت بتاخذكم بتجيبكم تي في كثير كبير، and then comes the surprise. Mr. Anthony, we are honored to welcome you at the hotel, Chedi Resort. Thank you for choosing to stay with us, and we trust you will have an exceptional and memorable experience here with us. Yes, of course I will. وبعتقد رح ألغي كل شيء وضلني قاعد هون بالأوتيل على ثلاث أيام. يلا، ما رح أطول عليكم. كانت سفرة طويلة، كتير 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 حلوة. كودكار، قطر، دوحة، I love it. والأوتيل وصلنا على استقبال كتير حلو، صارت ساعة وحدة ونص بالليل. بنلتقى بكرة الصبح تنفرجيكم الأوضة على ضو، الأكتيفيتيز بالأوتيل، الترويقة، الغداء، الأفطار، الدينر أو العشاء، الريستوران بقلب المي، وغيره غيره. يلا Good night. Good morning, good morning, good morning. شو هيك وعي على بكرة الصبح؟ يعني مثل ما قلت لكم امبارح بفيديو امبارح، في اوتيلات وفي اوتيلات، في اكسبيرينسز وفي اكسبيرينسز، وقلنا الشرف والشانس والحظ وكل شيء بدكم اياه نكون بعتقد بواحد من اهم واعظم الاوتيلات اليوم موجوده بالدوحه. اكيد مش 5 ستارز، اكيد اعلى. الفوته امبارح بالليل، اللوبي الرائع رائع رائع، الجولف كارت، الليموزين سيرفيس، الفوته على الاوضه، وبعدين شو هالضغط، حسيت حدا حيغمرني كل الليل، كل الليل حدا غمرني. ان كنت برمت لهون وان كنت برمت لهون، سوبر فلوفي، سوبر ريلاكسينج بيدينج، وحتى لو نحن قاعدين مثل ما شايفين ولا صوت، دبل جليزينج، زيرو صوت، قهوة، هيتد بول، برايفت فيلا، دوتشاجي دوحة، وسفرة كتير حلوة بتبلش هلا.
breakfast in the room. زبدة أليفير طري. سكينة زبدة. freshly baked bread. ونبلش الطريقة صح. انتوا قاعدين هون بتشادي فيكم تطلبوا الطريقة على الأوضة أو فيكم تروحوا تتروقوا بالمطعم. وعلى الأوضة بتجي مع كل التفاصيل العظيمة العظيمة العظيمة. شوية زبدة، شوية جام، ملح وبهار، بيجو ميلز، بيبر، سولت. اف شو الخبز ساور دو؟ يامي. واو. سهل صح. انجلش مافن. سموكت سالمون. راني بوتشد ايج. اف عند لاميني صوص هولنداز. صار لها نص ساعة على الطاولة وعم نتساءل عليهم وعم نصورهم وعم نبرمهم ويوتيوب وستوري، يعني سقعوا وبعدهم كتير طيبين، بعدها طعمة البيضة مظبوطة. عندكم انجلش مافن مش خبزة كيف ما كان. بيوتيفل بيوتيفل سالمون كواليتي. بدايتها مسك. هيدا شو الكرواسان؟ سوبر فليكي باتري كرواسان. حطيت بقلبه جبنة. فينا نحط لها كمان إذا بدكم شقفة تركي. وتعملوا your own croissant sandwich. يعني مش معقول يبلش نهار أحلى من هيك. القهوة، سباحة، حمام، delivery، breakfast، صوت العصافير، البلد عم بيوعى ونحن نبلش نهار. ضحى day one. اليوم رح نعمل شوية سياحة. غدا، الإفطار، العشاء، السحور. Oh my goodness، رح يكون نهار شي خويت. And we are good to go. Let's do it. أيوة. ورجعنا ورجعنا. قلت لكم اللي عنده هيك اوضه معقول يفل. بس anyway برمنا على المتحف. مثل ما قلنا كل المحلات الاكل مسكره وقت رمضان، ما بتفتح قبل الساعه 5. فرجعنا على الاوتيل وهلا عنا ماستر كلاس مع شيف ساج. ماستر كلاس تحضيرا للافطار اللي بيصير تقريبا على الساعه 6 الا ربع. هلو جايز. اجواء كتير حلوه، كتير حلو هالاوتيل. الخضار، الجازون، الشجر، الرواق، صوت العصافير. تحسوا حالكم transported into a different dimension. وصلنا على مطعم The Beach Restaurant وين الشيف نطرنا. ترجمة
أنا صلي هون 7 سنين. 7 سنين بقطر. اسمي يوسف أبو فرح من سوريا الشام، من أهل الغوطة. وأهلا وسهلا فيكم بالمصورين كله. أشد خيولك على الميدان وأحمل عودك عود الزان، لكتاب الكيف ولعب السيف في فرحة أغلى العرسان. صلوا على نبينا وهل ساكن بالمدينة، لو لعينك مصورين ما تعذبنا ولادينا. لا 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 ليش تعيش مصورين. لك أهلا وسهلا بأبو لني من أهل بيروت، وبحيي أهل بيروت من الصغير للكبير واللي معمط بالسرير. قال أهلا وسهلا بألي في مطعم شدي، وشد خيولك على الميدان واحمل عودك عود الزان، طاب الكيف ولعب السايب في فرحة أغلى العرسان. صلوا على نبينا وهل ساكن بالمدينة، لو لعيوك بلي فانت شدي إما تعذبنا ولادينا. لا 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 ليش عشو بلي. دي أخبرونا أنه رعت سلة بس مش هلاد. عجينة الصاج المشهور فيها أبو فرح بقطر، يعني ما خليت بيت وما خليت مكان إلا ما رحت له. وكل إنسان بيقول لي شو عم تحط بالعجينة يا أخي؟ والله ما بحط عليه فيها طحين أسمر وطحين أبيض وسكر وملح وخميرة على الريحة، كله على الريحة، يعني كمشي كمشي على البركة بزد. والحمد لله بتطلع العجينة طيبة، وخلي العجينة طرية طرية مثل المي. وبلش بحط لي شوية خميرة، يعني مثلا 10 كيلو بحط لي 3 جرامات 4 جرامات خميرة بتملى تاني يوم. تاني يوم تطلع مقرمشة سبيسي. وبلش الزعتر والجبنة والعكاوي والحلوم والسبانخ والكشك واللحمة صبيحة دجاج سجق ببروني هدوك، شو الأنواع اللحوم الباردة كله بشتغل عليها. معايير الصاج عجينة أبو فرح كيلو أبيض و200 جرام أسمر ونص معلقة سكر ومعلقتين ملح وشوي خميرة تبع قهوة أقل على الريحة، يعني رشة خفيفة. وبتنعجن بالمي الباردة، المي لا باردة ولا أبدا، وخلي تصير عجينة طرية. إذا ما كان طرية ما بتتلوح ولا بتطلع طيبة بالصاج، يعني قد ما كان تكون طرية مي. وهي عجينة الصاج. معكم أبو فرح معلم المناقيش والصاج في فندق شدي. وأهلا وسهلا بضيوف قطر، من صغير للكبير واللي مقمط بالسرير. وأهلا وسهلا بكم جميعا. شد خيولك على الميدان واحمل عودك عود الزان، طاب الكيف ولعب السايب فرحة أغلى العرسان. صلوا على نبينا وهل داكن بالمدينة، لو لعينك فندق شدي ما تعذبنا ولادينا. لا 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 ليش داش قطر. شو الزعتر؟ الزعتر البلدي لبناني. هاي الزعتر بالجبنة. هاي المثمرة. وهاي الكشك.
سنين من العطاء والفرح. اسمع ابو فرح، وفعلا فعلا سنين سنين من الفرح. هالمنقوشه غير شكل، العجينه رقيقه، ريحتها الريحه اللي حواليه روعه، وبيشتغل بكرم كلهم، بحطهم فوق بعضهم، بركبهم يلا، وبغني وبنطنط. وعم بتخيل الاجواء اللي موجوده هون، العالم رح تجي لعنده على الافطار، وان كان بعد الافطار، وان كان السحور، والمود اللي بحطه لكل الناس. عملنا زعتر مع لبنه، برشانة، اف 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 مثل البسكوي. طول الخبزين، مش معقول مش عم نسمع القرشة صغيرة. واو، زعتراته روعة، خفيف بس حدين. عملنا زعتر مع جبنة كمان، هيك حطهم كلهم مع بعضهم بلا ما يفكر، يلا ركبهم على بعضهم، حطهم. رح اطلب من الناس تجي من لبنان لعندك، مش من قطر بس، ياخذوا الطياره. والله على راسي، احلى احلى ضيوف، اهلا وسهلا بكم في فندق شادي، حياكم الله، نورتوا، اهلا وسهلا بكم. اكسبشنال، احنا بنرحب من اهل قطر لكل شيء مغترب بهالبلد. اكسبشنال، ان شاء الله ريتوا الف صحه يا رب والعوافي. يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، رح تغيب الشمس يا ربيع. فات على البطارية، رجع على العوينات، وبعد شوي نسي التليفون، مفكر حاله رح ينطرونا. صار وقت الافطار. My name is Dorian. I'm the culinary director, and I'm from Germany actually. I've been working 13 years for the group, for GHM, and the culture, it's our strength is Asian cuisine actually, and here we have Arabic, Thai, modern European, and also Japanese cuisine. Prior to that, I was 4 years at the Cherry Muscat, and I brought 12 of my team members here. And then we have the beach restaurant. At the beach restaurant, it's modern European. It has a 35 meter pool, so we're doing pool fare, seafood, obviously with the location over there, with seafood, fresh seafood from the Jasper oven.
في اشياء كتير حلوه. خليني بلش خبركم عن برزنتيشن قديش حلوه. جوا بصحون ازاز مغطيين او لا، كل شغله مكتوب عليها شو هي، شو مكوناتها، شو اسم الطبخه. حبيت كتير برزنتيشن مبينه هاي اند مظبوط. هو بيفيه وفي اكل هون وورا وجوا وحن ما بدكم، بس بتحسوا الترتيب، بتحسوا الفريشنس ومعمولين اليوم. مش عايز اذكركم الصبح اكلنا خبز كتير طيب، كتير طيب، كان ساور دو بريد عظيم. من وراها قلت لازم نرجع ندوق الخبزات. اخذنا الباجيت، طلع كيف عم تفتح، طلع قد واو صوته قديش حلو، قديش شغله حلو. وبلشت ببرمي على المسقع قبل ما كفي على السخن، وهيدي شغله اجمالا ما بعملها. انا بدكم دغري حما في رز، بيتروت متبل محمره، سلطات. واو فيري جود، جود فود، جود جوب. رائع الخبز، رائع رائع. شو هالبطل عندهم اليوم المطبخ؟ سبوت اون. لا بكره الصبح عم بتروق ضروري خبز عوا. اوكي نيكست، سلطات، ورق عنب، بيتروت، خيار، خس، اند سو اون. تقليعه وبدنا ننقل عر الزيت. خروف مع رز. ليش ما بنجرب عندهم السمك؟ حمور مع صوص الزعفران. رزاتهم مثل ما انا بحبهم، عرفتوا الرز المطبوخ منيح، لحم مفرومه، شوي هيك اللمعه وبلزق على بعضه مثل ما بحبه، ما انه الدنتي بكل حبه وحده تانية، اكزاكتلي مثل ما بحبه. ولحمه طريه، بهاراتها طيبين، مطبوخه مظبوط. فيري جود. فيري جود. والسمكه انتبهت بكل شيء اكلته لهلا، انتنس فليفرز، بهار كتير بس مزبوط، ملح كتير بس مزبوط، زعفران كتير بس مزبوط، انتنس فليفرز. منو هذا الاكل اللي ستيل اور بيل، اتس جاست انجوينج ات. My name is Anurag. I'm the executive pastry chef here, and I take care of the sweet section. Make all the. Tell me a little bit about the sweets. Tell me about the culture of things you do. Okay, so we specialize in Western sweets. So the selection that you will see here is majority comes from you know, techniques based on French cuisine, but flavors can be from Asia, from local Middle Eastern flavors, mm-hmm. all combined together in very European French techniques. Your favorite, just choose one. Well, I like simple things in life. I would say that chocolate mousse with chocolate crumble on top is one of the finest. So that is my favorite. And if you ask about other desserts which are very, very popular, the red velvet there goes a lot. People like fruit tart a lot. And also the mango cheese tart. So it's a graham cracker tart. Base of cheesecake and mango puree on top. So I'll have to try them all. Absolutely, you must try everything. The fruit tart. هالريحة اللي بتلحقكم ميل لميل، هالأرومز اللي بتلحقكم ميل لميل، القرشة تبع البيستري منها تشي أبدا حتى لو فيها كريم من جوا. واو جود ستاف، فيري جود ستاف. بدك تجيب لي وحدة تانية فروت تارت. لأنه مش معقول هيدي بنعمل لها دقيقة واحدة عن عن البات تبع الكراست تبع، عن اللايت كريم اللي جوا، عن ريحتها، عن الأرومس تبعها. لا هيدي هديك دفنت، بدنا واحدة منها. وعنا هون موس وشوكولا.
عم بيطلع فيه بطرف عينه من هونيك وعم بقول له برافو. You're good. You're very good. You're very very good. شطور الصبي. واو هون القرصة تبع الدارك شوكليت. Textures. Balance. من لايت بصير تقسى 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 تتقرص الزلعين بالآخر. بدها فروتر تانية. Good morning, good morning, good morning. طلعت يا محمس. Good morning, دوحة. الشمس كتير حلوة اليوم ومضوى الأوتيل بطريقة غير مختلفة كتير مختلفة مختلفة. بين الأزرق الفاتح بينت اللمع على الإبب. واو حلو بالليل كيف مضوى بس بالنهار هي أول نهار نحن وبقطر في شمس هالقد قوية. الناس على البحر. Beautiful vibes. تربيتنا بتبلش بـ The Beach Restaurant. نسينا نخبركم ونذكركم نحن وين. نحن بـ The Chedi يلي one of the fanciest and finest hotels بالمنطقة. قدام البول 1 2 هول ما جربناهم بعد. وترويقة بـ The Beach Restaurant. Very classy breakfast. طلعوا على الصحون, طلعوا على الألوان, طلعوا على البرزنتيشن, على الزبدة اللي حبيناها كتير بتربية امبارح, الفواكه, البانكيكس, الفرنش توست والأكس بنديكت يلي ضروري ضروري ضروري. هلا فرجيكم ياهن كيف معمولين مظبوط الهولنداز, السامن كواليتي وكل شيء. رجع طلبته عن جديد. اليوم عبالي بلش بأومليت, very simple أومليت. أومليت مع خضرة, أومليت مع خضرة وجبنة. طلعوا قديش جوسي من جوا. وخبرتكم عن الشيف يلي بيعمل خبز ساوردو من الأروع والأعظم. وهيك رح نبلش. ولا a nice omelette, ساوردو بريد. ويلا وحدة ورا وحدة. مش معقول شو معمولة بحب وبحنان. مش معقول كم مرة شفته أومليت هالقد جوسي من جوا. بسموها بافوز بالفرنساوي. سوبر جوسي من جوا, مشغولة صح. كوكت من برا مثل ما شايفين ناشفة, بس من جوا كأنهم بعضهم هلأ هيك فيري راني. الجبنة موجودة بس منا عم بتمغط, منا ملزقة, مش ملزقة على البيت كله مع بعضهم. والخبزات, شو هالخبزات؟ الخبزة عظيمة. طلعوا القصة قديش حلوة. صفار البيض روعة, مش مستوي مزبوط على الآخر مثل ما لازم يكون. عم بنقط من وين ما كان. طب على التربيع اليوم طلبنا, فينا نطلب التربيع بالأوضة, شفتوها بالفيديو امبارح. فينا نطلب التربيع هون بالمطعم اللي اسمه On The Beach, أو من بعد رمضان بيرجع بيصير البيفيه فوق. وعلى على كارت منيو بتطلبوا كل أنواع الجبنة اللي بدكم إياها هون, الخبزة, الكرواسون, الدانش بيستري, وإذا بدكم كورن فليكس مع حليب. ورجعوا على الطفولة. Have a great, enjoyable, and pleasant day.
رجعت على الأوتيل وفارقة معي القصة ساعة مأخر ساعة. أوبس. الشيف ناطرني عنا كان كوكينج كلاس راح نجرب نعملها وأقصر ماكارون ماستر كلاس. الشيف تعرفتوا عليه امبارح البيستري شيف الشاطر كتير اللي حبيت كتير التارت اللي بيعملون ناطرني بالمطبخ and this time we're gonna do a quick cooking stuff. Hello everyone, my name is Anurag. I'm the executive pastry chef here at the Cherry Katara. And since I'm the executive pastry chef, I take care of all the desserts. And we try to make everything homemade, right from our breads to our cookies to our cakes to our chocolates to everything possible. What we are going to do is we are going to make some macarons again right from scratch. I'm going to share a very simple recipe and some little bit of technical details of how to make perfect macaron shells. To make a successful macaron, I mean, it might seem like a little difficult job, but I would say if you just take care of a couple of things, it's really very simple. And you know, the more you practice, the better you get. The meringue has to be right because the macaron shell is based on a meringue. What we do here is we make Italian meringue, which is much more stable. If you get your meringue right, your macaron is most likely going to be okay. And also the consistency of the batter, which is called a macaronage. I'm going to talk about it. When we do, I'm going to show you what is the consistency. If you get that right, most likely your macaron shell are going to be. Ingredients we need is almond flour, icing sugar, egg whites. These are the three ingredients that we need. If I may talk about the quantities of the ingredient, almond powder and icing sugar are going to be equal quantity. So here I have 250 grams of almond powder and 250 grams of icing sugar mixed together. What I've done is I've just run it into a blender quickly for a couple of minutes and then sieved it all together. So it's all like one refined homogeneous powder. 85 grams of egg white here. I have here, this is a good brand color and it's very intense. So I don't have to add a lot, I'm just going to mix, make it into a nice paste. Now it's meringue time. So for making meringue, you need 85 grams of egg white. So first, you keep your egg whites ready, ready to whip. Just check if the mixture is working all right. Yes, it is working. Now, in a small pan, I've taken 250 grams of sugar. You can take grain sugar, you can take cashew sugar. 90 ml of water. Italian meringue is much more stable because we have to cook the sugar. We are going to cook it until 117, 118 degrees, which is called a soft ball stage in pastry terminology. So we have to cook the sugar till soft ball stage and we add hot sugar syrup to whipping egg whites, which makes the egg white almost pasteurized and cooked, and it makes the meringue much more stable. So when you use this meringue into your macaron, the shells are much more better. They are much more chewy from inside, and you know, overall the shell macaron shell quality is much better. This, in a thin stream, I'm going to add my hot egg whites, hot sugar syrup inside, while whisking at the same time. I have to make sure that I just take a little side, because if I pour it very fast, the whisk is moving, it's going to splash my egg white all over the bowl. Intense red color into the meringue. Yes. And color my meringue also so that we get a good color. Yeah. Drop it, you see, it's not flowing like a very thin liquid, but it's slowly moving. You will see that it will not create any peaks. Even if I drop a little bit, the mat that you see is called an air mat.
It is made with, it's actually woven silicon fibers, and it's almost transparent. It helps the steam to escape from the bottom and gives a overall better baking to your macaron chunks. My name is Praveen. I'm from India. I work around 22 years in the hotel industry. I work for Taj, I work for cruise lines as a Carnival Cruise, and I work for Chedi Muscat. Now presently I'm working in Chedi Katara. We are going to make one quinoa salad. This quinoa is basically from Peru. And we'll make infuse some modern quinoa salad with some pickled oranges and some marinated feta cheese, some beetroots and pumpkins and some sort of things, and finishing some roasted the seeds on the top with the garnishes. Around 2 to 3 handful of quinoa and little bit of avocado and some pumpkin, roasted pumpkins with olive oil and thyme, some beetroot, mint, and some sort of cherry tomatoes. And we will use some pickled oranges. The oranges, the pickled oranges with the rice vinegar, sugar, and the infused with little bit of water inside. The feta cheese with some of the thyme, some bay leaf, and some olive oil, and whole peppercorns. And infuse some feta cheese as well here. We'll break them little bit. We'll make this fresh lemon dressing. This lemon dressing is made out of only with lemon juice, olive oil, and little bit of icing sugar. And finally, we'll add some salt, sea salt. This is our popular sailor salad. امبارح عشية كان الأكل كتير طيب على الفطار، فعلاً كان كتير كتير طيب، نحن وناطرين هون 15 دقيقة تقريباً تياخذوا محلهم المكرون، كتير انبسطت بشكلهم، كنت بفكر إنه دغري بفوتوا على الفرن، وهيدي الناطرة عاملة كل الفرق، فاتت ببعضها، شبعت مع بعضها، ارتاحت مع بعضها، وأخذوا حجم بعضهم. This is very important. عملنا كينوا سلاد، very simple كينوا سلاد، انتبهتوا الشفية اللي هون أغلبيتهم كلهم في خبرة في خبرة في خبرة 10 و 15 سنة وكل واحد عنده قصة خبنية. قعدنا حكينا شوي عن الكروز شيبس قديش الشغل صعب عليهم. And doing a salad is very simple. بده مكونات مظبوطين، بده شوية نفس، شوية هيك إحساس، وتحسه عم بغنجها بإيده. Sweet and sour. Super fresh. أكثر شيء عجبني فيهم the pickled oranges. Meanwhile, the macarons shell are drying before we bake them. I have made a filling for the macaron, which has been nothing but a ganache. The flavor that we are going to use it today is sour cherry. Why I chose this flavor? Because macaron are usually full of sugar. So to balance that sweetness with tartness of cherries, I think was a good idea. So what we have done is we have taken cherry puree and white chocolate in the ratio of 1:2. So if I've taken 100 grams of cherry puree, I've taken 200 grams of white chocolate. So boil the puree, pour it over the white chocolate, and then make sure that it is homogenized nicely. This is what it is. I filled it in a packing bag. You can make it a day in advance. That's not a problem. But if you are making it a la minute like I'm doing, this is a good way of making sure that it's at the right consistency. Fill it in a piping bag and leave it on a cold marble or inside the chiller. For baking of macaron shells, you can use a normal deck oven or a convection oven like this. Now this oven has a fan, so the baking is assisted by the fan. So the baking of macaron shells or few other things are much better in this oven. So this is set at 145 degrees. This particular model can take 6 trays. But what I'm going to do is I'm not going to overcrowd it because I want the aisle or the room for air to circulate. So I'm just going to bake 2 tray at a time here. بعتقد إذا أكلتهم هلا بيعملوا حرق، بس شو ريحة؟ شو ريحة؟ أوف، the smell is amazing. رح ننطرهم، لكن 16 دقيقة بالفرن، هلا بننطرهم ربع ساعة تيسقعوا ومنبلش بعدين الحشوة. We have allowed them
after baking to cool down completely, come to room temperature. And I've made pears, macaroons which are, you know, more or less similar size. Although it has to be same, everything has to be same size, but when you're piping with hand, it's not always possible to get 100% same result. So it's a good idea to just, you know, pair them. Gel. This, in this case, it is raspberry. You can use any complementing flavor. Just put some in the center. And close it on top. حنطر هوليكي ساقعه وهلا بيجي دورهم بعدين. هون عنا ليمون اند كوكونات. مشغولين مظبوط. طلعوا وقفته مظبوطة. هيدي اللاير المهمة. وهلا لازم من جوا يكون في هيك لايت كرانش من برا، تشوينس من جوا. اكزاكتلي از اكسبكتد. جود فرنش كواليتي. من جوا الفيلينج قاسي شوي، بيمغط شوي. لايت سويتنس. Very good job, sir. Very good job. القصة هينة. القصة هينة. Room service. القصة هينة. وعندهم choices كتار. Hello, good evening. ايه. عبالي كلوب ساندويتش. واجيو برجر ميديوم بليز. ايه ما بيمنع ما بيمنع. اثنين دايت كوك مع كبيتين تلج وماكي سوشي رولز. اها يلا بنعملها خفيفة. تلياتيل. لا فيها توم. بلا طب اذا فيك تعمل لي باستا بلا توم الدنتي انا جاهز. طب اللي بدكن انا يعني في جوع خفيف بس عبا عبالي دوب. يلا مرسي. تلت ساعة. اوكي ثانكيو. اليوم مثل ما قلت لكم طلبت in room dining. البرزنتيشن كتير حلوة. اجا معهم الماسترد، اجا معهم المايونيز والكاتشب، كلهم هاينز and very high quality. اجا هدية اورنج جوس تمر هندي وشوية ديزرتس. again very nice presentation. طلبت دايت كوك عندهم والصحون كتير حلوين. منبلش بالباستا. مشروم الفريدو. بني مشغولي صح. كريمي بني فريش مشروم. جود صوص. رح اتركها لبعد شوي. رح ننقل لهون. بتعرفوا الاوتيل من الكلوب ساندويتش. ما بعرف ليش كل اوتيلات العالم عندك كلوب ساندويتش بالروم دايننج. وفي مره في فتره ايام كنت بعدني بكتب بنوغاليك اونينز في hotels.com اخترع كلوب ساندويتش اندكس ومن وراه بسعره بكل الاوتيلات بالعالم نعرف اي بلد اغلى من الثاني. بوقتها بعتقد جنيفا طلعت اغلى مدينه بوقتها. هلا صار في كتير مدن ثانيين. كلوب ساندويتش 3 لايرز اوف بريد، دجاج، بيض، بندوره وخس. جود انجريدينتس. أنا كنت عملت الخبز شوي أرق. واجيو برجر. رح نقصت نفرجيكم من جوا شو الوضع. خبزة مبينة معمولة بالأوتيل. سمسم طازة منها مجلدة ما فرطت بين إيدي. وشو بيطلع جوا؟ هيوج واجيو ريد ميديوم برجر. قصة كبيرة. Very intense. أول شيء لحمة كانكم عم تاكلوا شقفة ستيك. بعدين بروفولوني تشيز. Very acidic. طعمة البهار اللي بقلبه. It's not your average burger. A gourmet burger. طلعوا ملا شقفة لحمة. بتحكي عن حالة. والخبزة عظيمة ما بتعلق. صفارة حلوة مثل كأنه فيها شوية potatoes. Very good. يلا. مايونيز، فرنش فرايز، وهيك بنودعكم بعد نهار كتير طويل، كتير طويل، بلش كتير بكير.
خلص هلا كتير مأخر، ربيع وأنا استوينا، بس بعدنا بالأول في وعي على الساعة 4، في بكرة الصلاة تبع العيد، وقطر فاتحة أكتر من 500 موقع أو جامع أو محل الصلاة، وبيناتهم الملعب الكتير كبير بعتقد بمنطقة الثقافة أو وزارة الثقافة أو يلي هو. فبكرة الصبح ممنوع نحن نكون هون وما نصوره، رح نكون على الساعة 4:30، ورح تشوفوه بالفيديو اللي بعده، شيء كتير حلو. Good night. نتصبح ننبسط بهالليلة بالفيلا لآخر مرة، وبكرة check out ومننقل لنكفي برمة قطر 2023 visit. نحن جهزنا، لبسنا and ready. من بعد ما رحنا على الصلاة وعينا كتير بكير، عملنا الترويقة، وهلأ صار وقت نرجع على الأوتيل تا قبل ما نفل ونودعهم نجرب السبا تبعهم. It's spa time. Open up aromatherapy massage oil. Please try some on your skin and choose the one you like. So here we have relax oil. Are you ready to start your treatment, Ms. Let's Anthony? Please, your therapist, do we and also the spa therapy. أول شيء مقيت أنا ريحة اللي بدي إياها أو الأويل اللي بدي إياه. بتفوتوا ببلش اول شيء الفور فايف سنسز بيتحضروا، الموسيقى الصوت الحلو، وبعدين الضوء، عبينا الورقه هاو ار يور ايموشنز بيرفكت، اي ميله بدكم يركزوا عليها، وبعدين بنفوت. برايفت روم كانه اوضه اوتيل، محل ما في هون المساج بيت، عنا حمام بنوار، أول ما أخلص حاسس رح أنزل وأختص غطسة غير شكل هون. التفاصيل بالأوتيل بترجع تلحقنا وين ما كان، الترتيب، القناطر، الموسيقى، حاطين شوفاش كمل شوية دفى لما يكون إي سي قوي. بعد هيدا أول مرة بشوفها كمان بسبا، أول مرة بشوف هيدا الكرسي، أول مرة بشوف مساج تبع الإجرين، الكباية الدرينك ريفريشنج عم تنطرنا بالأوضة مش برا. So lots of tiny details. وصرت عامل سبا بكتير أوتيلات، بيفرقوا هون وين منو حيلا أوتيل 5 ستارز أو اللي هو. It's beyond a retreat. واحد بحس بيجي لهون بياخد الأوضة الفيلا أو اللي هو، بيسكر حاله 3 أيام ما بيظهر من هون منو عايز، وبيخلي حاله to let go، ويخلي كل 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 أحاسيسه تتغير، تتأثر، وجسمه يرتاح، وبيطلع من هون إنسان جديد. Let the show begin. بعتقد رح قلكن goodbye. رح نشوف هلا شو فينا نصور شو لا، ومنلتقى بعد ساعة بخبركن شو أحساسي. نلبس الروب، حلو، small or large، في حمام، في شاور، في الدوش، والأوضة هون. And ready. كركديه، منشفة مسقعة، ريفريشينج تاول، وهالمرة عن جد بقلكن باي. سي يو. Balinese massage is traditional massage from Bali. Use technique stretching, thumb pressure, palm pressure is good for release muscle tension and improve blood circulation. نمت وصوتي طلع لبرا. ما حنزل.
amazing and much needed. Thank you. See you next time. We're good to go. It's nice to do that. تطلعوا دغري على عن جد الريحه بالاوتيل بتلحقكم ميل لميل، الموسيقى، الاضويه، البيرفكت لايتنج، الاجواء من هون ومن هون. رح ناخذ سياره نرجع على الفيلا، نتحمم، نتسبح، تشيك اوت ونمشي. لا